مشاهدينا الكرام أوفياء قناتنا، مساء الخير وصحة شبتكم في برنامج جاي نشكي بيك. أريد أن أرحب بالجمهور الحاضر معنا هذا المساء تصفيق أخير عليهم. طبعا تمهيدا للحلقة بتاع الليلة نشوف مع بعضنا هذا الفتير ونرجع يلا توب. الحبيب ميقالو مقلد في قناة التونسية. كيف ما نعرفوا العباد الكل، الحبيب ميقالو خدم في التلفزة وفي الراديو لسنوات، يعني الراجل عنده خبرة كبيرة وابتكر العديد من الأصوات الرياضية والسياسية. في رمضان 2013 8 متاع الليل على قناة القلم ظهر حمادي سخصية. حمادي سخصية مقلد وممثل جديد يستعمل في بعض الأصوات اللي كان يقلد فيهم ميقالو. مش هذا وكهو، حمادي سخصية جاب أصوات جديدة. من المنطق الحبيب ميقالو يعاون حمادي سخصية بصيفته جديد. حمادي سخصية صرح وقال إنه الحبيب ميقالو ولا مرجع للي مش يقلده بعد الكل. أما اليوم الحبيب ميقالو جاي يشكي بحمادي سخصية اللي يستعمل في بعض الأصوات اللي كان يقلد فيهم الحبيب ميقالو. إذن بعد ما تفرجنا على الروبورتاج فهمنا اللي الحبيب ميقالو حب يشكي بحمادي سخصية. مساء الخير الحبيب ميقالو. هاو دي فكري صوتي سعلا طبعا احنا عملنا اللي علينا وان شاء الله يكون حمادي سخصية معانا. اسعلا اني هون اني جيد. حمادي عندك شي فكرة اليوم شكون مستدعيك؟ يا ودي امشي ديريكت للمؤشر امشي. اذا المؤشر عدد واحد توب. سي حمادي قال لك صاحب صالتك عدوك صحيح ولا مو صحيح؟ نعملك مش حكاله بقى. يا ودي سي عرفتو هذا ما يكون كل حبيب ميقالو. اذا حمادي اوظر الشاشة شوف شكون مستدعيك اليوم. يا ودي والله ايوه قلت لك شي دي ما عندوش يا مات من اللي يبط عليه استاتيو خايف الفيسبوك. إذن الحبيب ميقالو اليوم اتفقنا بجبنا لك حمادي سخصية اهو قدامك احكي معاه. هاود حمادي رجع لصوت يا حمادي. هاود والله تشكي بيك يا حمادي. هاود رجع لصوت. ايه واحد فكلي كراستي الاخر فكلي ذبذباتي وهذا فكلي اصواتي. يا ودي تشقام عليكم يا اخي. يهديكم شوفوا حل بيناتكم يعني. اسعلا تو ذي عوضي شي شجاني جاي يشكي بيا تو كلام هذا كلامه. طبعا هذيك هي الخدمه يعني سي حمادي هذيك هي. يا ولدي والله احنا كيف انت تقلد وانا نمثل ونقلد تو بالله من 11 مليون تونسي فما واحد برك يعرف يقلدك. هو هاولدي انا نمرو ان في التقليد في تونس. اي يا ولدي اتعب روحك وحدك. يا ولدي انت نمرو ان. هاولدي وانا نمرو دو. هسي على هاولدي ريت تركو سي عمل سي على هاولدي. يا والله حول اصاحبي ابويا. يا ولدي عمره ما كان الابداع مرون على واحد برك في الدنيا. يا ودي الموهبة من عند ربي وكل واحد يعرف كيفاش يوظفها وفي حريتنا ابدع